احنا نناشد المنظمات المعنيه الذي تنزل باسماء الفقراء والمساكين والمحتاجين ولم نستفد منها اي شيء، انما يعني يستفيدها غيرنا التجار والمشايخ واهل السلطات يعني المسلطين علينا. الذي يعني تنزل هي ينزلوها باسم الفقراء المساكين ويقول على انها من الفقراء المساكين وهم يعني لم نستفد منها اي شيء. ونطلب منكم ونرجو منكم اعاده النظر بذلك حيث ما احنا يعني نتفرش الارض وتنحب السماء. ونطلب لجنه تنزل تشوف ما معانا من سكان وما معانا من معانا طرابيل، اضطرب من الشهر، احنا في حراره الشمس، الان احنا في الصيف. لنا اكثر من 4 سنوات لم نشوف اي منظمه.